ولتسليط الضوء على المشهد السياسي في العراق بعد الانتخابات ينضم معنا عبر سكايب الدبلوماسي العراقي السابق ومستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل حسين. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية أهلا بك. البرلمان يحاول عقد جلسة لمناقشة النتائج، نتائج الانتخابات، وعند عقدها صوت على إعادة العد يدويا بنسبة 10% فقط من الأصوات. كيف ترى دور البرلمان في هذه الأزمة؟ طبعا دور البرلمان هو المسؤول في الأساس عن تشريع القانون الانتخابات اللي يشكل أيضا أو يتضمن ثغرات كبيرة اللي أدت إلى هذه النتائج الكارثية. أيضا هو نفس البرلمان اللي صادق على تشكيل هذه المفوضية اللي تضم ممثلين الأحزاب السياسية الموجودة في العملية السياسية، وكان المفروض البرلمان يذهب إلى خيار جدي حقيقي باعتماد مجموعة من القضاة النزيهين كأعضاء في هذه المفوضية. ونتذكر تماما كيف كانت التظاهرات الجماهيرية في ساحة التحرير من سنتين تطالب بإجراء تعديل جوهري لقانون الانتخابات ولقانون المفوضية. بالتالي هو البرلمان في الأساس مسؤول مسؤولية مباشرة أخلاقية وقانونية وإجرائية لهذه النتائج الكارثية لانتخابات 2018 من جهة. البرلمان هنا يحاول ترقيع أو إصلاح الوضع الكارثي اليوم واللي هدد أمن البلد بالذهاب إلى إعادة فرز 10% من الأصوات في عدد من المناطق، لكن بعد التأكد، إذا ما تم التأكد أن هناك 25% من هذه 10% المعلومات بها غير متطابقة، فيتم الذهاب إلى العد اليدوي لجميع بطاقات الاقتراع وصناديق الاقتراع. طبعا اليوم مكتب رئيس الجمهورية وجه سؤال إلى المحكمة الاتحادية للاستعلام عن مدى دستورية أو عدم دستورية إجراء مجلس النواب وكذلك مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مهمة كبيرة من رئيس المخابرات والأجهزة الأمنية للتحقق من طبيعة الاعتراضات اللي تتعلق بالانتهاكات الخطيرة اللي مارستها المفوضية العليا للانتخاب في مختلف المراكز داخل وخارج العراق. نعم. مقرر البرلمان نيازي معمار أغلو أمهل مفوضية الانتخابات 48 ساعة للتجاوب مع قرار إعادة العد والفرز الجزئي. برأيكم هل ستستجيب المفوضية لهذا القرار؟ وما هي الخطوات المقبلة المتوقعة من البرلمان؟ يفترض أن تستجيب، يعني الموقف غريب جدا أن المفوضية لم تستجيب لقرار مجلس الوزراء تشكيل اللجنة، لم تستجيب للمحكمة الخاصة أو هي القضائية الخاصة المرتبطة بمحكمة التمييز العراقية، ولم تستجيب أيضا للقرار الأخير اللي هو يشرع اليوم كقانون والسبت المفروض في القراءة الأخرى أن يتم إنجازه. هذا القانون يلزم بالنهاية المفوضية للخضوع للإجراءات المطلوبة في هذا القانون في إعادة الفرز اليدوي والتدقيق والمراكز وغلق المراكز وإلغاء النتائج في الخارج وإلغاء النتائج في كردستان ومشكلة كركوك، وعندنا صلاح الدين وعندنا ديالة، عندنا بالجنوب حصلت أيضا انتهاكات واعتداءات مختلفة. اليوم تقرير يانغوبيتش في الأمم المتحدة بمجلس الأمن الدولي أشار إلى انتهاكات خطيرة أمنية وإجرائية، المفروض هذه كلها يتم المحاسبة بضوءها للمفوضية العليا للانتخابات. أما أن لا تستجيب معناها تشكل أيضا هذه علامات استفهام كبرى حول طبيعة عمل المفوضية. المفوضية ليست فوق القانون أو فوق الدستور. طيب المفوضية يعني السؤال الأهم من قبل مجلس النواب بقرار، وبالتالي لا يمكن أن تكون المفوضية فوق نعم. مجلس النواب أو فوق مجلس الوزراء. نعم. السؤال الأهم، مجلس النواب ما زال على رأس أعماله حتى اللحظة، حتى تشكيل مجلس نواب آخر من القوائم التي فازت، لكن أن تلغى محطات انتخابية، 1021 محطة انتخابية ألغيت من أصل 2000 دققت إلى الآن، إذا ما ألغيت هذه المحطات هل هذا يعني أننا أمام إلغاء الانتخابات كلها وإعلان عن انتخابات جديدة؟ ما الذي يكشف عنه هذا الرقم في إلغاء هذا العدد الكبير من عدد بسيط من المحطات التي دققت؟
نعم، هو بالتأكيد هذا أيضا مؤشر لفداحة الانتهاكات والأخطاء الكبرى والتزوير، وأيضا هناك اعتراضات كبيرة من 100 عضو في مجلس النواب، قدموا اعتراضات وقدموا رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبون بها الأمم المتحدة بالتدخل. اليوم الوضع يتسع، المشكلة تتسع وتأخذ أبعاد. نتذكر 6 أحزاب كردية قدمت اعتراضات على النتائج. كركوك الوضع بها خطير، يعني يجب معالجة هذه المسألة. هي ليست بالبيانات السطحية التي تصدر من المفوضية العليا، بيانات المفوضية مع الأسف والتصريحات تحاول تشعر الرأي العام وكأنما لا توجد هناك مشكلة، وهذا شيء خطير جدا أيضا، بمعنى التعامي عن حقيقة المشاكل الكبرى اليوم اللي تواجه العراق. أيضا وجود أكثر من 81% من الناخبين من الشعب العراقي لم يصوتوا، هذا احتجاج كبير على سياسات الفساد، سياسات التمييز، السياسات الطائفية، سياسات انعدام العدالة، اتساع الفقر، اتساع الظلم، الأيتام إلى آخره. اليوم حتى في تقرير السيد يانكوفيتش يشير بوضوح إلى انتهاكات، الاعتداءات الجنسية، اعتداء استغلال جنسي للنساء للفتيات في مخيمات النازحين في العراق، استخدام الأسلحة، الضغط، التهديد، هذه كلها يجب أن تحاسب عليها المفوضية، تحاسب عليها الجهات المعنية. هذه انتهاكات تهدد الأمن، تهدد حياة الناس، تهدد حرية التعبير، تنتقص من فرص بناء الديمقراطية في العراق، تنتهك الدستور. هذه انتهاكات لحقوق الإنسان اللي يحميها الدستور العراقي. هناك تقارير أشار لها سيد يانكوفيتش صادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان هيومان رايتس ووش بالعالم. إذا أمامنا إحنا اليوم مشكلة كبيرة يجب أن تعالج بالحكمة، بالقرارات الصائبة، بالعودة إلى الدستور، بمحاسبة الفاسدين، بمحاسبة الطبقة السياسية المرتبطة بالجوار واللي تمارس انتهاكات خطيرة للدستور ولأمن وحياة الناس. نحن فعلا نحتاج اليوم إلى وقفة عميقة لإعادة صياغة النظام السياسي والحياة السياسية ومحاسبة كل من انتهك الأمن والاستقرار في العراق. نعم، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل حسين كنت معنا، شكرا جزيلا لك.